طيب هنبدأ إن شاء الله النهاردة الكورس بتاعنا. بإذن الله الكورس هيكون متقسم لأربع أجزاء. الجزء الأول ممكن تعتبره إن هو الأساسيات، خلاص. هحاول في التراك الأولاني معاكو إن البداية تكون بسيطة واحدة واحدة، مش هحاول يعني أشد في الأول عشان بس الناس ما تتخضش وتحس إن الدنيا صعبة. طبعا ده لا يمنع ان احنا نتكلم عن كمية تولز رهيبة. معلش في التراك الاول تحديدا، لان هو يعتبر ممكن تقول عليه يا سيدي ارخم تراك موجود في التراكات اللي هناخدها كلها، كنت تقريبا ارخم تراك هتاخده في حياتك كلها. والسبب لده بسيط جدا، انه بيحاول يديك كمية اوامر وكمية تولز كبيرة جدا، بحيث ان انت تقدر بعد كده تستخدمها في كل التراكس اللي جاي، تمام؟ فهي دي كل مشكلة التراك الاول. من اول التراك التاني هتحس ان انت التولز اللي انت استخدمتها قبل كده دي تطبقها مع التولز اللي هتاخدها كمان في التراك التاني، تمام؟ من اول التراك التاني هتبدأ تحس ان الدنيا بقت واضحة الى حد ما، تبدأ تتكلم على موضوع administration حقيقية، هنتكلم على storage بشكل مفصل، هنتكلم على الاكسس كنترول lists كمان، هنتكلم على الباكج مانجمنت. يعني في التراك التاني تبدأ تحس فعلا ان انت بدأت تعمل حاجة، خلاص. فمعلش اعذروني بس في التراك الاول دون، لان هيكون في كمية اوامر كبيرة جدا. التراك التالت بقى هتبدأ بقى فعلا تحس ان انت خدت حاجة مفيدة وحاجة عليها القيمة. التراك التالت هيبقى معظمه كله بتتكلم على السيرفيسز، وازاي تسكيور السيرفيسز دي، تمام، وازاي تسكيور الماشين بتاعتك، ازاي تستخدم الفاير وول بشكل يعني ممكن اقول لك ممكن تسميه، مش اقول لك بشكل ادفانسد، بس على الاقل بشكل بسيط وفي نفس الوقت انترميديت، الاثنين مع بعض. يعني مش هقول لك هتبقى فاير وول ادمنستريتور بمعنى او بشكل كامل، لان الموضوع بقى محتاج خبره شويه ومحتاج انت تتعامل مع الفاير وول لمده محدده، او مش لمده محدده، لفتره طويله شويه. هحاول في التراك التالت دوم ان انا اتكلم معاكم على مواضيع كمان في السكيورتي. الموضوع دي كمان مش هتلاقيها كفرد في تراكات تانية زي ال بي اي ولا زي حتى ال ار سي اي، تمام. التراك الرابع بقى هيكون تطبيق فعلي، او ممكن اقول لك الريال وورلد اكزامبلز اللي انت بتتعامل معاها في الحياه العمليه، اللي انت ما تروح تشتغل في مكان ما، بغض النظر بقى تشتغل في حكومة ولا في شركة ولا تفتح شركتك الخاصة حتى، او حتى تشتغل فريلانسر من البيت، هتقابلها في الحياة العملية، تمام. وده هحاول فيه بقدر الامكان ان انا اديكوا examples للي انت بتشوفه فعلا وانت شغال، ماشي كده. طيب عايز بس اقولك على حاجة، ان احنا مش هنقيد نفسنا ب operating system محدد، يعني مش هقولك لازم تشتغل Red Hat بس، تمام. هنشتغل في البداية بس كده اول تراك او اول تراكين مع سنتوس او ريد هات، حتى مش فارق معايا هو ايه بالظبط، تمام. وبعد كده من اول التراك التالت، ممكن من اول التراك التالت او من نص التراك التالت، هتلاقي مثلا عندنا شغالين سيرفرين سنتوس ولا سيرفرين ريد هات وسيرفرين تانيين ديبيان او اوبونتو، مش فارق معايا في اي حاجة خالص. يعني مش هحاول اخليك، او انا الكورس ده مش موجه ان انت تكون سيرتيفيكت هانتر، يعني انت مش رايح بس كده تخش امتحان والموضوع انتهى على كده، لا. انا هحاول اطلع منك ادمنستريتور بعد التراك ده، تمام، او بعد الكورس ده، بلاش تراك، ماشي. طيب انا بس عايز اقول لك عن التولز اللي هنستخدمها ولا نحتاجها. مبدئيا هحتاج منك ان انت يكون عندك في ام وير ورك ستيشن او فيرتشوال بوكس، ايا كان اي واحده من الاثنين مش فارق معايا فيهم، خلاص. او لو حتى عندك سيرفر في البيت بتجرب عليه، او سيرفر في الشغل بتجرب عليه، السيرفر ده عليه اي اس اكس برضه هيشتغل معانا، هيشتغل، مش هيقول لا. يعني لو عندك هايبر في حتى على المكنه بتاعتك، لو انت عندك مكنه تيستينج على هايبر في، اي فيرتشواليزيشن سوفت وير هنتعامل معاه من غير اي مشاكل. هتحتاج كمان في اول اسبوع او اول تراك، خليها اول تراك، هتحتاج يكون عندنا الانستوليشن ميديا بتاعت ريد هات او بتاعت سنتوس، اي واحده من الاثنين ينفع نشتغل عليها. طبعا مش عايز اقول لك ان احنا في اول تراك، اول تراكين مش هخليك تشوف الجي او اي ده خالص،
انسى حكايه الجي او اي ده، انت داخل تراك ادمنستريشن، يعني من الاخر انت جاي تتعلم ازاي تادمنستريت الجهاز او تادمنستريت السيرفر. من الاخر الكورس كل هدفه ان يطلعك سيرفر ادمنستريتور وليس باور يوزر. فحكايه الجي او اي دي انسوها تماما تماما طول ما احنا شغالين. في التراك الثالث والتراك الرابع ممكن اوريك ويب بيزد تولز تساعدك في الشغل. خلاص يعني انا برضو مش عايز اعقد لك الدنيا واخليها ان كل حاجه لازم تبقى من الكوماند لاين، بقى انا هخليك تبقى سيرفر ادمنستريتور يقدر يتعامل مع الكوماند لاين في اي وقت ممكن. بلس ان انت لو قدامك تول جي او اي موجوده ممكن تستخدمها، يعني مش لازم الدنيا تتعقد معاك. ماشي طيب. بس عشان لو حد عايز يعرف احنا ازاي هنداونلود سنتوس، ممكن تيجي هنا كده وتروح بس جوجل بس وتحاول تسيرش فيه على سنتوس اهو، روح كده لداونلود على طول وريح دماغك. للناس اللي عندها سرعة انترنت بطيئة جدا تمام، او عندها مشاكل في الانترنت، انا ممكن اسمح لك في اول تراك خلاص ان انت تداونلود سنتوس مينيمال. ماشي سنتوس مينيمال دي عبارة عن سنتوس بس في البيزك انستليشن باكج فقط لا غير. تمام طيب ماشي. الراجل اللي بيسأل بس شير السكرين، انا مش محتاجة شير السكرين لأي سبب ممكن، يعني مش محتاجة شيرها خالص. او هشير عشان اوريك. ماشي كويس، تعال شير السكرين كده. طيب انت كده شايف انا بعمل ايه ولا ايه؟ طيب ممتاز جدا ممتاز. طيب فانت بتروح بس لسنت ويكيد وسنتوس اورج سلاش داونلود وحاول تداونلود يا اما النسخه المينيمال او محتاج تداونلود ايفريثينج. للكورس بالكامل عشان نطبق الكورس باللي احنا عايزينه فاحنا هنحتاج نداونلود النسخه اللي هي الايفريثينج دي. ماشي، لان في التراك الثاني والتراك الثالث هنحتاج نداونلود باكجز ونعمل لها انستول. فانت عشان تريح دماغك بدل ما تقعد كل شويه داونلود من الانترنت، خصوصا ان احنا نقعد نجرب على ماشينز كتير وكل شويه هنريفرت الانستليشن بتاعنا، كل شويه هنبوظ في المكن ونرجعه مره تانية تمام، وهنبقى قاصدين نبوظه اساسا، فبدل ما تعذب نفسك كل شويه وتجيب المينيمال وتقعد بعد كده داونلود باكجز، ممكن لو عندك انترنت سبيد حلوه دلوقتي ممكن تداونلود الايفريثينج دي. لو انت مؤقتا عندك وقت ومحتاج بس حاجه تشغلك اول اسبوعين اللي هو التراك الاولاني، هتداونلود بس النسخه المينيمال دي. تمام كده، حد عنده اي مشكله؟ طيب طبعا مش عايز افكرك ان انت محتاج برضو تداونلود مين، ديبيان او اوبونتو، اي واحده من الاثنين اللي يعجبك فيهم. خلاص يعني ممكن تروح كده لداونلود ديبيان هنا او حتى اوبونتو، ودي زي ما قلنا هنحتاجها في التراك تحديدا اوبونتو سيرفر اهو، هنحتاجها من اول التراك الثالث عشان نبدا بقى تخلي السيستم بتاعك كله عباره عن ميكسين، شويه سيرفرات ريد هات على شويه اوبونتو، عيش حياتنا بقى واحنا شغالين. ماشي كده طيب. بس ده كل اللي احنا محتاجينه عندنا عشان نشتغل. مش عايز افكرك ان تقريبا كل حاجه هنعملها فانت مطالب ان انت تطبقها مرة واثنين وثلاثة. ماشي كده؟ اللي هيحصل كالآتي، ان بعد كل سيشن خلاص بعد اول 3-4 ايام تحديدا لما يكون في عندنا حاجة ممكن نستخدمها يعني او حاجة ممكن نطبق عليها، هطلب منك انت تعمل لابس في البيت. اللابس دي يعني لما بتطلب لاب مش معناها ان انت ممكن تعمله او ما تعملوش، لو الطلب لعب معناها انت لازم تعمله. ماشي مش شرط عندي ان انت تحل اللاب بنسبة 100% صح، مفيش اي مشكلة عندي تحل اللاب ويكون في اخطاء، لكن المشكلة ان انت تيجي بعد سيشن
يطلب منك تحل اللاب الفلاني وانت ايه ما تعملش اي حاجه فيها تماما. دي في حد ذاتها مشكله بالنسبه لي. خلاص ما عنديش اي مشكله حتى لو الكورس، بما ان الكورس بتاعك ده كورس بيد، ما عنديش اي مشكله في اي لحظه ان لو لقيت واحد مش مهتم بالكورس اقول له يلا حبيبي مع السلامه وابعت له فلوسه، مش فارق معايا خالص يعني، بس مش ياثر على بقيه الناس ويعمل لي مشكله معاهم ويزعج لي الناس وما يخلينيش اقدر اشرح بشكل كويس ولا احس حتى ان هو مهتم بالكورس. بصراحه يعني لو انت مش مهتم بالكورس من البدايه ما تحضرش، وفر فلوسك ويعني كتر الف خيرك يعني، مش عايزين اي مشكله لا معاك ونفضل حبايب واصحاب، ولا انت حتى تاثر على الناس والناس تتشكل معاك ونرجع للمواقف اللي هي ملهاش اي لازمه معانا دي. ماشي. انا متوقع منكم ان شاء الله ان الناس كلها تكون انترستد. خلاص الناس كلها تكون جايه ناويه تشتغل، مفيش حد جاي ناوي يهزر بقى ولا ضيع وقته معانا وغادي علينا وقتنا. بس ده تقريبا ده كل حاجه كنت عايز اقولها لكم في اول يوم. من اول بكره ان شاء الله هيتبعت لكل واحد على الايميل. انا محتاج بس من كل واحد فيكم ان هو يبعت لي ايميل بالايميل بتاعه. الناس اللي حضرت النهارده محتاج من كل واحد فيكم يبعت لي ايميل بالايميل بتاعه، لان هم دول الناس فعلا اللي هيكونوا معانا في الكورس. لان انا بعت لناس كتيره، في ناس قالت ان هي انترستد بس ما حدش فيهم دخل، فبقيت الناس اللي هي ما دخلتش ديا هعتبر ان هي مش انترستد، فخلاص ما عنش ابعت لها خالص في الميل. فبس معلش كل واحد فيكم يبعت لي ميل يرد عليا في الايميل بتاعه وهرد عليه ان شاء الله النهارده او بكره كحد اقصى، بس بمجرد بس المشكله بتاعت ادوبي ما تتحل والسبورت تيم بتاعهم يحلوها لنا، لان الواضح ان في مشكله مع الاكتف كونكرنت يوزرز. هبعت لكل واحد فيكم يوزر نيم وباسورد، هم اللي هيكونوا اليوزر نيم والباسورد بتوعه عشان يكونكت معانا على السيشن من اول بكره ان شاء الله. تمام. موضوع المواعيد، ممكن نبدا من اول الساعه 7 بشكل يومي، 7 بتوقيت مكه خلاص او توقيت الرياض، اللي هو هيكون 6 بتوقيت القاهره. تمام. بس ده بالنسبه للمواعيد. ايه تاني؟ بالنسبه للبيمنت، الناس اللي هتبعت لي ميل زي ما طلبت منها هبعت لها برضه التفاصيل بالكامل. الكورس ماتيريالز اعملوا حسابكم كل يوم بعد الكورس هيتبعت لكل واحد فيكم في ميل. خلاص الميل ده هيكون فيه الكورس كونتنت بتاعك مبعوده في ملف بي دي اف عشان تعرف تذاكر منها. بعد كل تراك هتلاقي نسخه كامله تتبعت لك فيها كل الكونتنت بتاع التراك اللي احنا خدناه. تمام كده. طيب تمام. انا عارف ان في ناس بعتت ميل كتبت ان هي فيري انترستد الكورس. معلش ابعت ايميل تاني عشان هجمع الناس اللي هتبعت لي ايميل النهارده، لان الثريد بتاع الميل وصل فوق 60 ميل ما بين الناس كونفرزيشنز، واحد يبعت وانا ارد عليه. فبس ابعت لي ميل تاني عشان الناس اللي هتبعت بس النهارده هم دول اللي هخليهم في جروب كده لوحدهم، وهم دول اللي هيكونوا معانا في الميل لحد الاخر ان شاء الله. تمام كده. طيب من الحاجات بس اللي عايز اكد عليها، لو عندك ماشين هتست عليها حاول الماشين دي تكون يعني على الاقل دول كور او كواد كور بروسيسور. خلاص الفيرشوال ماشين في البدايه مش هنحتاج اقل من 2 جيج للفيرشوال ماشينز. تمام. بمجرد ما نخش للتراك الثاني والتراك الثالث هيكون معانا اكتر من فيرشوال ماشين، فتوقع ان انا هحتاج منك ان على الاقل اللي هتعمل له اساين او هتاساين على الاقل 4 جيج للفيرشوال ماشينز. ماشي. طيب حاجه كمان، ما بين كل تراك والتاني هحاول اخلي فيه سيشن كده في النص ما بينهم. السيشن دي بتشرح تكنولوجي معينه هتفيدك لما تذاكرها مع نفسك. زي مثلا في ناس طلبت ان انا اشرح لها اوبن ستاك او اري اوبن ستاك، ده ممكن اعمل لكم ديمونستريشن لاوبن ستاك بالمناسبه، ما عنديش اي مشكله خالص، بس مش هقدر اديك حاجه زي كده الا لما على الاقل توصل للتراك التاني والتراك التالت، او تعدي حتى على الاقل نص التراك التالت. ماشي. فانا هحاول بقدر الامكان يكون كل كام يوم كده في تكنولوجيا اكلمك عليها، بحيث ان انت برضو ما تكونش اقول لك ايه، مش هحاول اقيدك بالكورس او اقيدك بمصطفى كشخص ان هو اللي لازم يديك المعلومه في بقك يعني. خلاص
هكلمك على التكنولوجيز واقول لك روح دور عليها وروح اعمل لها سيت اب بالشكل الفلاني ويا سيدي ممكن ترجع لي في الوقت ده لو عندك اي مشكله او عندك اي سؤال. ماشي. في معانا واحد سال عن الكورس هيكون ريكوردد. ايوه طبعا زي ما قلت لك الكورس بالنسبه لكم هو بيت كورس، معناها ان انت هيكون معاك نسخه من الماتيريال هتتبعت لك بشكل يومي، تمام؟ هيكون معاك نسخه من الفيديوز اللي هتتسجل هتتبعت لك برضو لينك ليها بشكل يومي، وهيكون ليك اكسس انت بس بيوزر نيم واكونت او اكونت بيوزر نيم وباسورد بمعنى ادق يعني. بس ده كل حاجه. لو حد عنده اي سؤال تاني او حد عنده اي معلومه عايز يوضحها ممكن يوضحها، ما فيش اي مشكله، انا موجود معاك. ممكن تشتغل اي دبليو اس على امازون؟ والله لو عندك امكانيه تشغل امازون مفيش اي مشكله خالص، ممكن تشتغل على امازون هتبقى الدنيا تمام. هو مشكله اي دبليو اس على امازون بس ان هو ما كانش بيسبورت المالتي كاست، فاحنا مش محتاجين المالتي كاست تقريبا في كل التراكات اللي هنشتغل عليها واحنا شغالين، مش محتاجينه تقريبا خالص. ممكن لاب واحد في التراك الرابع بس اللي هنحتاج فيه المالتي كاست. خلاص. في واحد بيسال تول كواليفاي فور ار اتش سيرتيفيكت اكزامز. ايوه اعتقد ان اي حد هيكمل الكورس ده ان شاء الله لحد الاخر هيبقى بالنسبه له موضوع ان هو يخش امتحانات ريد هات ويعدي منها، ده هيبقى ابسط بكتير جدا من حضر امتحانات ريد هات او اسف كورسات ريد هات نفسها. يعني ان شاء الله هتخطى كورسات ريد هات بكتير، يعني ده الهدف من الكورس اصلا. الهدف من الكورس بالمناسبه ان ريد هات سيرتيفايد انستراكتور وريد هات سيرتيفايد اركتكت، تقريبا ريد هات سيرتيفايد كل حاجه عند ريد هات. ماشي. لكن انا الكورس بتاعكم ده انا اوفيشال، معناه ان انا مش هقدر اشرح الكورس الرسمي. اللي انا هعمله ان انا هتخطى الكورس الرسمي كمان، هديكوا حاجات اكتر من الكورس الرسمي. فاتوقع يعني يكون الكورس تقيل جدا، يعني اتوقع ان الكورس يكون مكثف، وفي نفس الوقت هيكون الكونتنت بتاعه كبير بشكل يعني ما ينفعش تقارن مع كورسات ريد هات. كورسات ريد هات انا معترض عليها رغم ان انا ريد هات سيرتيفايد انستراكتور، معترض عليها في اجزاء ان في حاجات كده بيرمي لك الكلمه ويسيبك انت لازم تروح تدور مع نفسك وعيش حياتك. لا انا اشرح لك الفكره بشكل عام وبشكل خاص. يعني مثلا لو اديتك مثال في ريد هات النيك تيمينج مثلا اداك او البورد شانل، لو عايز تتكلم عليه لو انت مذاكر سيسكو بيديك كده كلمتين عن البورد شانل او النيك تيمينج ويسيبك ويمشي من غير ما يعرفك ايه هو النيك تيمينج ولا السيناريوز اللي ممكن تستخدمها في الحاله العمليه. لو عندك نتورك ادمن وعايز تعمل نيك تيمينج على سيرفر لازم تقول نتورك ادمن ده اعمل لي الكونفيجريشن بالشكل الفلاني. فلما تيجي تيمبلمنت حاجه زي كده وانت في شركه ولا في داتا سنتر لازم تكون عارف هتكلم النتورك ادمن ازاي عشان تدي له احتياجاتك، تمام؟ فتوقع ان انا هديك الكلام ده بالتفصيل الممل يعني. ماشي. في ناس فيكم هتشوف ان انا مزودها حبتين ان انا اديك التفاصيل دي، بس صدقني والله فعلا التفاصيل دي بتستخدمها في الحاله العمليه بشكل يومي، هو ده اللي انت بتقابله في حياتك العمليه. بالنسبه للناس اللي هي انترستد في الكورس بس هيلاقوا ان الكلام ده كلام كتير وانا مش محتاج اتعلم من وجهه نظر نتورك ادمن اقول له ايه ولا الكلام دون، بس في الحاله العمليه انت اللي هتلاقي نفسك في الاخر لما تكون شغال في داتا سنتر ولا حاجه ولا شغال في شركه كبيره وعندكم سيرفرات، مش لازم داتا سنتر، على حتى على الاقل عندكم راك او اتنين والراك ده مليان سيرفرات ومشغله، هتلاقي نفسك في الاخر اتزنقت ومش عارف تتصرف ولا عارف تعمل ايه. ماشي. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ هل لازم تاخد لينكس ادمن بس؟ مدة الكورس تقريبا قبل ما ادور على السؤال ده اقول لك مدة الكورس قد ايه؟ مدة الكورس 144 ساعة تقريبا او 100، قلت اقول ما بين 140 ل 150 ساعة، ممكن تعتبرها 145 ساعة يا سيدي. هتبقى متقسمة لأربع أجزاء، الجزء الأول تقريبا حوالي 30 ساعة، الجزء الثاني 30 ساعة برضه، الجزء الثالث هو اللي هيبقى أكبر جزء فيهم وده اعتقد مش هيقل عن 40 ساعه، من 40 ل 45 ساعه،
وبقيه الوقت اللي هم ال 30 35 ساعه الباقيين هيكونوا للتراك الرابع. تمام. طيب السؤال بقى، هل تاخد لينكس ادمن بس؟ بص انا مقتنع بحاجه، ان الادمنستريتور ده اي حاجه يعرف يتعلمها اتعلمها، مش هتاثر معاك في حاجه. خلاص. ليه بقول لك كده؟ لان التكنولوجي دلوقتي بقت منفذه على بعضها. يعني انت شغال لينكس ادمن هتلاقي نفسك هوب لازم تتعلم الفاير وول ادمنستريشن. فلو انت عارف اصلا الكونسبت بتاع الفاير وولز شغاله ازاي، والنتورك ايه الفرق بين النتورك فاير وولز وبين السيرفر فاير وولز او سيستم فاير وول، وجيت طبقت الكلام ده على لينكس او على ويندوز او على حتى اي اوبريتنج سيستم او يونكس حتى، هتلاقي الدنيا بقت اسهل بالنسبه لك. موضوع النتورك مثلا، لو سمعت عن بروتوكول اسمه سبانينج تري في سيسكو وانت شغال بيه، وجيت عملت بريدج في اللينكس وحابب تفهم ايه الفرق بين البريدج وبين الفيزيكال انترفيس وبين الفيرتشوال انترفيس، انت فاهم الكلام ده كله وعارفه، هتلاقي ان الدنيا بقت اسهل بالنسبه لك لما تيجي تطبق الكلام ده من ناحيه الادمنستريشن. خلاص. لما تيجي مثلا تمبلمنت بروجكت وليكن عندك داتا سنتر وقالوا لك اعمل اوبن ستاك، وجيت لقيت في اوبن ستاك حاجه اسمها اوبن في سويتش، قال لها اوبن في سويتش دي، قال لها ده لو كنت اتعلمت اس دي ان مثلا عند في ام وير هتلاقي نفسك اصلا عارف الكونسبت بتاع الاوبن في سويتش. فبكل بساطه بكل بساطه ايه اللي هيحصل؟ اي حاجه تحاول تتعلم او اي حاجه تعرف تتعلمها اتعلمها، مش هتاثر معاك والله. خلاص. الكلام طبعا له شروط، زي ان انت ما تاثرش على نفسك، يعني ما تجليش في وسط ما انت بتاخد كورس والكورس ده فحتك مذاكره وانت عمال تذاكر ليل نهار وعمال تطبق الكلام ده، تروح رابط نفسك بكورس تاني تقيل زيه. لا لا، انا ضد الفكره دي تماما. يعني ايه ما تشتتش نفسك؟ خلص كل حاجه على جنب لوحدها، لان لو شتت نفسك هتلاقي نفسك في مره كده، يعني هتلاقي نفسك مش عارف اوصلها لك ازاي، اتخنقت، هتلاقي نفسك تحس كده ايه اللي انا بعمله ده، الكلام ده صعب قوي تقيل قوي، مش عارف اركز في حاجه. فحاول تركز في كل حاجه، بس لو جت معلومه على جنب كده دلوقتي في حاجه ثانيه اتعلمها لحد ما تخلص الحاجه دي، وبعد ما تخلصها ممكن تشفت على حاجه ثانيه تتعلمها، مش تشفت بشكل كامل تنسى اللي اتعلمته قبل كده، لا، حاول تقسم الدنيا عندك لمراحل، خلي كل مرحله تتعلم فيها حاجه معينه، تفوكس على حاجه معينه. ماشي. طيب الكورس هيكون تقريبا شهر، من شهر ونص لشهرين، ممكن نقول شهرين، ممكن نقول شهرين طبعا لو ما ضغطناش نفسنا يعني. طيب اي سؤال تاني؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ عدى ايام الاسبوع اللي هنشتغل فيها، نشتغل 5 ايام ان شاء الله ما عدا الجمعه والسبت. والله ده سؤال مفروغ منه، يعني هيبقى في بروجكتس طلب منكم؟ ده مش اوبشن بالنسبه لنا، ده شيء اساسي. يعني من اول امتى الطلب منكم؟ هتطلب من اول التراك الثاني تقريبا، بمجرد ما تخش في الادمنستريشن او التراك الثاني اللي هو تبدا تتكلم على الادمنستريشن فيه بقى والمانجمنت وكلام من ده، لا هتبدا الطلب منكم بروجكتس بشكل يومي. وتوقع البروجكت هتطلب بشكل منفصل من كل واحد فيكم، عشان ما يجيش واحد فيكم يقول لي انا عملت كذا واروح الاقيه كان مظبط مع واحد تاني مظبط في الكورس واحد زميله والاثنين حالين مع بعض. يعني لا، مش هسمح بحاجه زي كده. يعني ها، حد عنده اي سؤال تاني؟ ممتاز جدا. انا بس بحاول اعتذر النهارده مره تانية عن ان في ناس ما عرفتش تدخل خلاص، وان احنا اتاخرنا لما بدانا. من الواضح ان الموقع بتاع ادوبي فيه مشكله. انا حاولت اكلم التيم بتاع السبورت بتاعهم عشان يشوف ليه المشكله، او في الفندور اللي اشترينا منه، لان الفندور بتاعنا اللي اشترينا منه في الامارات، الفندور اللي اشترينا منه دون
ما اعرفش ما عملش او ما زادش الليمت بعدد اليوزرز اللي المفروض يخشوا مع بعض، او من الواضح ان هو كسل يعملها، مش عارف ايه اللي حصل بالظبط. فهشوف ايه اللي هم عملوه، وبمجرد ما تحل المشكله ان شاء الله، اتوقع المشكله تتحل في خلال ساعات يعني، مجرد ما تحل المشكله ان شاء الله من اول بكره هيتبعت لكل واحد ميل في الاكونت بتاعه اللي هيخش بيه، ومش هيكون في مشاكل من اول مره الجايه باذن الله. تمام كده؟ حد عنده اي سؤال ممكن يساله او اي مشكله؟ ها طيب تمام ممتاز جدا. من اول بكره ان شاء الله هنبدا الشغل العملي على طول مباشره عشان ما اضيعلكوش وقتكم، ونبدا مركزين على طول على الكورس بتاعنا. فمن اول بكره مش هنستنى وقت اكتر من كده، ما خلاص بدأنا النهارده، فاعمل حسابك من اول بكره هيبقى يوم عمل ان شاء الله، يبقى يوم شغل. تمام كده؟ طيب انا هضطر دلوقتي يعني هقفل السيشن عشان بقيت الناس اللي مستنيه اكمل معاهم كمان، واعرفها نفس التفاصيل بتاعتكم بالظبط، صوره طبق الاصل بالكربون، وبعد كده ايه هبدا ابعت لكم التفاصيل ان شاء الله يعني النهارده يا بكره الصبح. تمام؟ ان شاء الله اشوفكم على خير بكره. ويا ريت الناس تكون جايه جاهزه بكره بالماشينز بتاعتها، وعندها في ام وير او فيرتشوال بوكس او هايبر في او اي اس اكس او ايا كان موجود، عشان هنبدا بكره شغل عملي. ماشي؟ طيب اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يعني اشوف ناس مجتهدين معانا. بكره ان شاء الله هننزل سنتوس او ريد هات، الاثنين، واحده من الاثنين. تمام؟ طيب جزاكم الله خيرا، واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا.